كل سنة وحضرتك طيب. مبدئيا خلاص العيد قرب واحنا في اواخر شهر رمضان، ربنا يعود علينا وعلى المسلمين جميعا اللهم آمين الايام يا رب. بكل خير اللهم آمين. وسعادة وامن وسلام. كفالات اليتيم، في حديث جميل قوي عن الرسول او رواية ان هو وجد امرأة تزاحمه عند باب الجنة، فقال لجبريل: من هذه يا جبريل؟ فقال: انها امرأة وقفت على رعاية ابنائها. لما احب اتكلم اكتر عن كفالة اليتيم، ولكن مبدئيا احنا عايزين نعرف من هو اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الإسلام وضع للأيتام نظاما اجتماعيا حكيما ومحكما على كل من يريد وجه الله تبارك وتعالى، وعلى كل من يطلب الجنة أن يعمل بهذا النظام المحكم الحكيم في معاملة الأيتام. أولا، لابد وأن نعرف من هو اليتيم. بعض الناس يقولون أن اليتيم من فقد أباه، أو أن اليتيم من فقد أمه، أو أن اليتيم من فقد الاثنين معا. والحقيقة أن اليتم يتحقق بالفقد لا بالموت، لأن هناك العديد من الأسئلة عندما تجد الملاجئ مفتوحة، ثم يجد بنت أو ولد ملقى في القمامة مثلا، أو ملقى في أكوام الأوساخ، أو ملقى في الشوارع أو أمام الكنائس أو أمام المساجد أو في الشوارع والطرقات والميادين، أو أن أبيه أو أمه لا تقوم على نعم رعايته. يثور السؤال: هل هذا يتيم؟ إن أباه حي وإن أمه حية، نعم، حتى أنهما لا يعرفان، فهل هذا ينطبق عليه لفظ اليتم؟ ثم تصول الفقهاء ويقولون في هذا ما بين قائل أن هذا يتيم وبين قائل أن هذا لم يصبه اليتم لأن أهله من الأحياء أو أن والديه من الأحياء. الحقيقة أن الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أجمعوا على أن اليتيم من فقد، ولم يقولوا من مات، وعبروا بلفظ الفقد لأن الطفل إن لم يجد من يرعاه لسفر، أو لم يجد من يرعاه لفقد، أو لعدم معرفة الأب أو معرفة الأم، أو لأي ظرف من الظروف، ينطبق عليه لفظ اليتيم. فإذا فقد رعاية الأب فهو يتيم، وإذا فقد رعاية الأم فهو يتيم، وإذا فقد الاثنين معا فهو يتيم من الطرفين. في كل الأحوال اليتيم هو من فقد الوالد أو من فقد الوالدة أو فقدهما مع، حتى وإن لم يموتا، حتى وإن كانوا من الأحياء الذين يرزقون على هذه الأرض، وهذا بإجماع الفقهاء، لأن الكثير من الناس يحجم عن التبرع لملاجئ الأيتام بحجة أن الوالد لا زال حيا وأن الأم لا زالت حية. نعم أحياء، ولكنهم أشد من الأموات. فما أسوأ اليتم وما أقبح اليتم الذي يكون بهذه الطريقة، إذ أن الوالد حيا ولا الوالد حيا أو الأم حية ولا يعرفه الابن، يكون اليتم متحققا غاية التحقق في هذه الحالة.